يا هلا جديد. تتجه وزارة الإسكان إلى إشراك المواطنين في حصر الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة. نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سيكون لنا نقاش حول الأراضي البيضاء. تشدد وزارة الإسكان دوما على أنها ستطبق رسوم الأراضي البيضاء من دون أي استثناءات بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية مؤخرا. وبحسب صحيفة الحياة، فإن وزارة الإسكان تتجه إلى إشراك المواطنين في حصر الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة. وسيشمل هذا التطبيق على خيارات تحديد مواقع الأراضي البيضاء وإرفاق الصور الخاصة بها، حيث تسعى الوزارة إلى تكوين قاعدة بيانات ضخمة للأراضي البيضاء في مناطق المملكة، ذلك في وقت تبقى فيه 70 يوما على نهاية فترة تسجيل الملاك أراضيهم البيضاء والمقررة في ربيع الأول المقبل. الجدير ذكره أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة الصالحة للإسكان، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وإلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. للحديث حول هذا التطبيق وبنستغل كذلك الموضوع، نتحدث عن موضوع الأراضي البيضاء ورسوم الأراضي البيضاء، ينضم معنا في الاستديو والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهي. مهندس محمد، مساك الله بالخير، شكرا لتلبية الدعوة، وكويس من وزارة الإسكان بدأت تتفاعل معنا، يعني تتفاعل مع وسائل الإعلام. أولا شكرا على الاستضافة خالد، وصدقني وزارة الإعلام تحرص كل الحرص أن يكون تواصلها وزارة الإسكان، وزارة الإسكان وبرنامج الأراضي جميعا نحرص على التواصل مع جميع القنوات الإعلامية. جميل، طيب خلينا نبدأ حبة حبة. تمام، أنا أولا عندي ملفات كثيرة حول موضوع الإسكان، فما راح يعني أحترم من قبولك الدعوة وتواجدك وحديثنا حول موضوع الرسوم الأراضي البيضاء فقط. التطبيق هذا، تطبيق الهاتف المحمول، وش فكرة هذا التطبيق وكيف يتفاعل معه المواطنين؟ ولكم يمكن أسبوعين دشنتوه، كيف شفتوا في تفاعل معه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما ذكرت يا خالد، نعم تم تدشين التطبيق من أسبوعين. كان الهدف من التطبيق هو إشراك المواطنين في مساعدة الوزارة في حصر الأراضي البيضاء. السبب، والكثير من الناس يتساءل، عندكم المصورات الفضائية، عندكم خرائط جوجل، أقول لك عندنا الطرق هذه، عندنا أيضا طبقات الجغرافية من الشركات الخدمية، من الأمانات والبلديات، مشكورين. ولكن هناك أنواع نحتاج معلومات أدق عن الأراضي، هناك أنواع من الأراضي قد يكون فيها مباني غير نظامية، مثل المستودعات، مثل الاستراحات، وبالتالي وجود هذا التطبيق راح يساعدنا في معرفة هذه الأراضي. وبالتالي قصدك مثلا سر أرض بيضاء مصورة، مسوي استراحة يعني مصورة. نعم، زي ما ذكرنا في النظام، التنمية العمرانية لا تعد التصوير جزء منها، وبالتالي معظم الاستراحات الآن اللي توجد في الأحياء السكنية في مدينة الرياض، شمال مدينة الرياض على سبيل المثال، هي تصاريح تصوير، وبالتالي هي ليست أنبنية نظامية. إما عاجل أو آجل سيطلب من أصحاب هذه الاستراحات إخلاءها، لأنها تكون في وسط المناطق السكانية. وهذا طب في ناس قالوا دامكم نزلتوا تطبيق وشكلكم راعين طويلة في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، يعني عندكم لو بغيتوا توصلون لكل الأراضي البيضاء قدرتم يا وزارة الإسكان بناء على اللي قلته أنت، فكأنكم تسكتونا شوية وزارة الإسكان، خذوا هذه يعني تصبيرة، يعني نبي نتأخر شوي بتطبيق رسوم الأراضي. خليني برد على سؤال ما جاوبت عليه قبل شوي. طبعا بالنسبة للتطبيق كان حجم التحميل له وصل إلى 1400 تحميل. هذه نسبة تعتبر قليلة. طيب طبعا قليلة، هو في الأخير حرية للمواطن أنه ينزله، ولا لها علاقة بثقتهم بوزارة الإسكان؟ يعني والله نحن نسعى بإذن الله إلى استعادة هذه الثقة. نحن نرى الكثير من المواطنين محتقنين علينا وعلى برنامج الأراضي، الكثير يسأل هل طبقتوا، لماذا لم يطبق البرنامج؟ لهم حق يحتقنون. لا يا محمد، حنا طبقنا البرنامج الرسوم. طبعا برنامج الرسوم طبق في 8 رمضان بمجرد إعلانه من مجلس الوزراء. طبعا هناك فترة للتسجيل وهي 6 أشهر. بديتوا بالرياض والدمام وجدة. نعم، حاضرة الدمام اللي تشمل الظهران والخبر. فترة التسجيل هي 6 أشهر بحسب ما ورد في النظام الأراضي.
حصرنا حاليا من التطبيق على فوق 800 قطعة أرض ساعدنا المواطنين بإرسال معلومات عنها. ما كان عندكم معلومات عنها؟ بعضها عندنا معلومات. طبعا احنا بمجرد انتهاء فترة التسجيل 13/3 سنبدأ بمقارنة ما يوجد لدينا في المصورات الفضائية مع ما يأتينا من المواطنين مع ما يأتينا من معلومات من وزارة العدل والأمانات. طبعا احنا نشكر معالي وزير العدل والأخوان في وزارة العدل ونشكر معالي أمناء المناطق الخمس ووزارة ومعالي وزير شؤون البلدية والقروية لأنهم ساعدونا في الربط الإلكتروني. بعد انتهاء مرحله التسجيل عندنا مدخل خاص لجميع الصكوك الشامله. بعد 13/3 سنبدا 16/3 هو 13/3 13/3 سنبدا بالبحث عن من لم يسجل وخالف النظام. عندنا ايضا ربط الكتروني مع وزاره الشؤون البلديه والامانات وبالتالي نستطيع ان نعرف من يحصل على رخص التطوير اما مبدئيه او نهائيه، وبالتالي نربط هذا الرقم الصكي اللي حاصل على رخصه التطوير مع الصكوك المسجله لدينا. اذا لم يكن مسجلا بالتالي هو خالف النظام ويفرض عليه الرسم والمخالفه. طيب وزاره السكان شددت على انها بتطبق رسوم الاراضي البيضاء دون أي استثناءات بعد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لرسوم الأراضي. هل فعلا ستطبق بدون استثناءات أي أرض أيا كان يملكها هذه الأرض؟ طبعا سواء يعني رجل أعمال ولا من العقاريين ولا أمير أيا يكون. طبعا بالنسبة للاستثناء النظام ولا صدرت مجلس الوزراء، فبالتالي وزارة الإسكان ليس لها القدرة النظامية لاستثناء أي من كان. الاستثناء يكون عن طريق مقام السنة لأنه هو مصدر النظام واللائحة. أنا أحب أن أذكر شيء واحد. تقدم لوزارة الإسكان جميع أصحاب الأراضي. لدينا أراضي زي ما ذكرنا الأسبوع الماضي. كم حصرتوا تقريبا؟ حصرنا ملايين. العدد لن أذكر العدد، زي ما أعلننا سابقا سنعلن الأعداد كمجموع أراضي وكمساحات في كل مدينة بمجرد أن تم فترة التسجيل، لأن حق الناس علينا أن نكون شفافين في المساحات والأعداد. ولكن حاليا عندنا أرض مساحتها 6 مليون في جدة، أرض 3 مليون ونص إلى 4 مليون في الشرقية. أمس بالذات سجل عندنا أرضين في الرياض 8 مليون متر، واحدة منهم كانت 7 مليون. نعم، واحدة منهم كانت 7 مليون والثانية كانت مليون متر مربع. فبالتالي كلها داخل نطاق العمراني، كلها داخل النطاق المستهدف، ليس داخل النطاق العمراني، داخل النطاق المستهدف. مثلا النطاق المستهدف في مدينة الرياض هو 45% من النطاق العمراني. فداخل هذا النطاق الآن عندنا أرضين غير الأراضي الباقية طبعا مساحاتهم 8 مليون. بعض المواطنين مشكورين تبرع بتسجيل أراضيهم رغم أنها صغيرة جدا أقل من 10,000 ولا تفرض عليه الرسوم، ولكن سيتم إبلاغهم إن شاء الله بمجرد انتهاء مرحلة التسجيل. طيب يعني ماذا عن التحايل؟ لو تحايل أحد صورها على سبيل المثال، يعني سوى أي تحايل أنه كنا مطور ولا هي مطورة، هالشغلات هذه كيف الوزارة يمكن يعني تكون صارمة في التعامل مع اللي يتحايلون؟ طبعا للتحايل ثلاثة أنواع. إما أن يقدم معلومات مضللة أو مزورة للوزارة، وبالتالي نرفق أوراق هذا الفرد إلى الجهات المختصة مثل هي التحقيق والدعاء العام. النوع التحايل الآخر هو عدم التسجيل. بالنسبة لنا حاليا نهتم بالمسجلين، بمجرد انتهاء فترة التسجيل سيتم إيجاد هؤلاء الذين لم يسجلوا إما عن طريق المصورات الفضائية. طبعا احنا نطلب من أصحاب الأراضي ضعوا رفع مساحي، فبالتالي عندنا جميع الأراضي على الخريطة، سنقارن من سجل ومن لم يسجل مع معلومات وزارة العدل ومع معلومات الأمانات ووزارة الشؤون البلدية والقرية، سنجد بعض المخالفين. بالنسبة لمن يصور سنحصل أيضا عن طريق الربط الإلكتروني مع الأمانات على رخص التصوير، وبالتالي سنعرف من يحاول أن يسرق. سنحصل؟ ما بعد حصلتم؟ ما بعد ندور عليها قائد. الآن وقت لا ما بي بعدين خلاص في قضت مرحلة التسجيل تبي تقعدون تحترون الربط مع الأمانات ويلا لا احنا رابطين يا خالد احنا رابطين، ولكن حاليا القرارات ستصدر بعد انتهاء فترة التسجيل. من لم يسجل سيصدر بحق قرار وغرامة. أوضح لك شيء خالد، احنا سنعلن عن المدينة سنصدر الفواتير أو القرارات يوم واحد، لنفترض أنه يوم 1/5 على سبيل المثال. اللي ما سجلوا وصدناهم فيما بعد سيغرم وسيفرض عليه رسم من تاريخ 1/5، فبالتالي لن يعطى مهلة السنة. وش العقوبة؟ وش الغرامة؟ الغرامة تصل إلى حد 2.5% من قيمة الأرض، فبالتالي يأخذ 2.5% قيمة الأرض زائد الرسم زائد 2.5% من قيمة المخالفة. طيب في كلام كثير يعني دار حول احتساب رسوم الأراضي، وش الآلية اللي الوزارة بتحتسب فيها رسوم الأراضي؟ يعني أنت قلت 2.5% تقريبا، يعني خلينا نفترض، ونقطة ثانية لنفترض أنه أرض شاريها واحد من هاللي محتكرين الأراضي من قبل 20 سنة
وشراها مثلا قبل 100,000 ريال والحين قيمتها بالسوق مثلا 3 مليون ريال، شلون بتحسبون يعني الغرامه على هالاسعار؟ سعر الصك اللي اعطاكم اياه تمام مالك ولا 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 وش الطريق؟ ولا خاف ان الحين يجونك العقاريين سلمك الله اللي عندهم المساحات يدورونها فيما بينهم باسعار تمام مختلفه غير الاسعار الواقعيه حتى تكون الرسوم عليهم اقل؟ لان دول يطلعون 60,000 حل يعني اوكي عشان يتحايلون. طبعا جميع هذه الافكار وردت الينا وجاءتنا ايام اعداد اللائحه مع الوزارات المعنيه. ولكن بالنسبه للائحه حددت ان سيتحدد قيمه الارض وقت الاعلان. أعلن في الرياض وجدة وحاضرة الدمام في 8 رمضان، فستحدد قيم الأراضي على تلك الفترة. طبعا لتحديد قيمة الأرض هناك 6 معايير، أولها موقع الأرض من المدينة، ثانيها استخدامها هي سكنية أم سكنية تجارية، الثالث أنظمة البناء، وأنظمة البناء اللي هي ارتفاعات المباني مثلا عندنا العصب التجاري في مدينة الرياض تصل إلى 70 وأكثر من الأدوار، بعدها التضاريس، بعض الأراضي موجودة في بحر، بعض الأراضي موجودة في جبال، بعضها موجودة فيها أودية، فبالتالي في وجود تضاريس تمنع صاحبها من الاستفادة منها تقل قيمة الأرض، لا تكون معادلة للصفر. من بيقدر قيمتها؟ حاليا هناك لجنة ستشكل، احنا نعمل الآن على الانتهاء من المسودة النهائية لقواعد عمل اللجان. اللجنة هذه فيها مقيم معتمد أو عفوا أحد الأعضاء من المقيمين المعتمدين، هي يجب أن تكون من 3 أشخاص فأكثر، أحدهم يكون مقيم معتمد. احنا إن شاء الله مجرد الانتهاء من قواعد عمل اللجان وتحديد الأشخاص سنعلنهم بإذن الله. طيب آخر سؤال وإن وقتنا انتهى، شباب يقولون وين بتروح رسوم الأراضي اللي تحصلونها؟ وين بتصرف؟ رسوم الأراضي كما حدد النظام واللائحة ستكون في حساب خاص لوزارة الإسكان في مؤسسة النقد، يصرف فيه على 3 أشياء: مشاريع الإسكان وإيصال الخدمات والمرافق إلى أراضيها. هذا النظام نص على هذا الشيء. نعم صح. شكرا لك مهندس محمد مديهم مشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.